بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض برنامج النهارده والموقع هو برنامج بريزي هناك شروحات كثيره على الانترنت والحقيقه كلها ممتازه واكثر من ممتازه السلسله دي انا واخدها خطوه خطوه بحيث ان بنتعلم مهاره في كل فيديو آه وارجو ان يكون فيها فايده ان شاء الله ومتعه باذن الله ونبدا مع بعض الفيديوهات آه واتمنى لكم التوفيق والسعاده باذن الله شكرا جزيلا نبدا مع بعض الفيديوهات بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم دلوقتي هنبتدي نتعرف على الازرار والتعامل مع الكنفه اللي احنا موجود قدام موجودين قدامها دلوقتي اولا لازم نعرف ان البريزي لا يتعامل مع اللغه العربيه يعني لما احب اكتب مش هيكتب لغه عربيه طيب واحد يقول لي امال احنا هنستفاد ايه بقى من الموضوع ده لما هو ما يكتبش لغه عربيه امال احنا هنستفاد ايه اه الحقيقه هنستفاد ان احنا ممكن نحط اللغه العربيه بس بطريقه غير مباشره زي ما هنشوف دلوقتي يعني احنا النصوص دي مش هنستفاد منها في الكتابة اللي قلنا هنعمل عرض باللغة الانجليزية يعني لو انا جيت خلي بالكم النص اهو قبل ما نعرف هنتعامل مع الوحدات دي ازاي اللي هي العناصر دي اللي هي صناديق الكتابة دي او البوكسز بتاعة الكتابة دي او الاوراق دي او العناصر دي الى اخر اي عنصر ده, من ده بنسميه عنصر قبل ما نشوف هنتعامل مع العناصر دي ازاي احنا ازاي بنصغر اهو او بنكبر وبنظبط الشاشه منين او الحجم بتاع الكنبه اللي موجود قدامي طيب فلنفرض ان انا جيت كبرت اهو على المكان ده وعايز اروح انتقل في مكان تاني اروح اصغر من هنا وبعدين ارجع اروح مكان التاني. الحقيقه لا اقدر اقف في اي مكان هنا واضغط بالزر الايسر اهو بصوا ايه اللي حصل هروح مره تانية اهو وافضل ضاغط اهو بقى في قبضه ايد موجوده واشد الكنفه اهو في المكان اللي انا عايزه اهو بالشكل ده. واتفقنا ان الارقام اللي موجوده معانا دي اي رقم من دول اهو بيقابل رقم الشريحه يعني سبعه دي السلايد او المنظر هنقول هنا مش شريحه المنظر او اللقطه اللقطه كانها لقطه كاميرا اللي هي رقم سبعه. طيب اللي هي اللي هي الورقه دي وده البرواز بتاعها اهو. عايز ارجع للمنظر بتاعي العادي خالص اهو يبقى بيرجع لي لكل الشريحه بالشكل ده طيب الارقام اللي موجوده معانا دي قلنا مهمه وخلي بالكم انا كل ما بعدي كده بيحصل اه في برواز اهو في برواز طيب نبتدي نشوف مع بعض هنقرب مع بعض نعمل زوم على المكان اللي انا عايزه اهو الكلام ده مجرد ان اجي الاقي البرواز ده ظهر بضغط ضغطه واحده زي ما احنا شايفين اهو جوه الخط الثاني حرك اه الاقي البرواز ظهر اهو في اي مكان بالشكل ده ضغطه واحده الاقي البرواز الازرق ده ظهر اللي موجود في الارقام بتاعته مربعات بيضه صغيره واول ما اقف عند اي مربع الاقي دايره موجوده هنا وظيفتهم ايه ببساطه شديده خالص ان لما بقف هنا واضغط بالزر الايسر للماوس وابتدي اشد وابعد اهو اصغر وامط الكلام او افرضه اعمل له ستريتش بالشكل ده كده طب عايز اصغره شويه اهو يبقى الصندوق بيصغر ومعاه حجم الكلام بتاعي الكلام كله او المحتوى اللي جوه بيصغر لو خدت الدائره دي الاقي لا السهم بقى ملفوف اه ده عشان يلف لي الصندوق بالشكل ده كده اقدر اتحرك بيه الحكايه دي بقى نعرفها لانها متكرره في اي شيء يبقى اي مربع بالمنظر ده كده مستطيل متاسف في بالشكل ده كده اي صندوق يبقى الاركان بتاعته عباره عن مربعات بيضة وفي هنا دواير يا اما اصغر او اكبر او ان الف الصندوق الزاويه بتاعته الثلاث زراير دول يشبهوا الثلاث زراير اللي على اليمين هنا بس بدل رمز البيت اللي هنا رمز الايد وهنعرف ليه هنا واضح انه تكبير هنا تصغير الزائد والناقص الايد دي لما واقف عليها وافضل ضاغط اقدر احرك الصندوق ده في المكان اللي انا عايزه بالشكل ده اهو طيب والازرار اللي موجوده فوق زي ما هو واضح هنا ديليت يعني احذف الصندوق الكلام ده مش عايزه خلاص او فيفورت اه في عندي حاجه اسمها فيفورت اللي هي المفضله انا عندي في صندوق فولدر انا مش شايفه دلوقتي لان لسه فاضي بقوم جاي اي حاجه انا ظبطتها فلنفرض ان حضرتك دخلت نص هنا مثلا عنوان او اسم حضرتك او اسم الكليه او اسم المدرسه او اسم الوزاره او الى اخره او ف وهنستخدمه دايما في اي حاجه فبروح احطه في في يبقى اي مشروع بشتغله الاقي حاجه عجباني وظبطتها وعارف ان ممكن استخدمها بصوره متكرره احطها في المفضله صندوق المفضله بالشكل ده خلاص ليه بحيث ان لما اجي بعد كده اعمل انسرت زي ما هنشوف اهو هنا هلاقي في كلمه ايه فيفورت المفضله المفضله خلاص طيب وهنا اديت تكست يعني ايه يعني تحرير هذا النص تحرير النص ده انا يا اما ضغطت على الكلام بالشكل ده كده اهو واقدر اضيف اي حروف انا عايزها اهو ارجع فيها تاني اقدر احذف اهو زي الوورد عادي خالص واقدر اكبر الكلام من هنا او اصغر كاني بتعامل مع الوورد بالظبط الالوان اقدر اغير اللون بتاع النص زي ما احنا شايفين للون اللي انا عايزه اهو بالشكل ده اقدر اختار نوع الفونت اهو من هنا بهذا الشكل اهو بختار في فونتات هتتعامل معاها وفي فونتات مش هتغير الكلام بتاعنا لكن ماشي الحال اهو ده اتغير هنا وهكذا اقدر اعمله بولد يعني سميك اقدر اعمله مايل اقدر اعمل الخلفيه بتاعتي ليها لون اهو بالشكل ده اقدر احط نقط يعني ايه اعمل بوليتس نقط زي الباور بوينت. احط ده في نقطه الى اخره اقدر اظبط الكلام في النص اقدر اظبطه على اليمين اقدر اظبطه على اليسار الى اخر هذه الامور <applause> هنا رجعت في كلامي مرة تانية. طيب هنا الكلام ده بالشكل ده، طب هنا في مساحة فاضية أنا مش عايزها، مجرد إن بروح أشد بالشكل ده كده خلاص ده آخره. هو كده وصل إلا كده. ليه؟ طيب أنا عايز أكبر الصندوق عشان هبتدي أكتب حاجة تانية، أسيب سبيس وأبتدي أكتب اللي أنا عايزه. <applause> أهو برين ستورم خلاص عصف ذهني يعني. طبعا هنا دي كانت برين ستورم بس اتلخبطت لما احنا مسحنا خلاص انا الكلام ده مش عايزه احدده بالشكل ده وبمجرد ان اضغط ديليت في الكيبورد اتمسح اهو بالشكل ده يعني كاني تعمل مع المحرر بتاع الوورد او شبيه بيه ارجع اصغر الصندوق ده عشان ما يبقاش كبير بالشكل ده اهو بالمنظر ده وادوس في اي مكان اضغط اضغط في اي مكان بره هنا خلاص اجي اقف عند الصندوق مره ثانيه يرجع لي بالشكل ده اقدر احطه هنا اقدر اصغر او اكبر اهو زي ما انا عايز واقدر الف الى اخره يبقى كده عرفنا ازاي بنتعامل مع الصندوق ده وده مهم جدا لان احنا عملناه دلوقتي ده هو ده الاساس بتاع بريزي يعني اي حاجه هنلاقي فيها بتتعامل معاها بنفس الشكل طبعا مع اختلاف ان مش هيبقى فيه الكتابه بقى يعني هنشوف دلوقتي مثال اخر طيب انا هنا الصندوق ده انا مش عايزه كله بقف عنده واقول له ديليت اتمسح خالص الصندوق ده برده انا مش عايزه اهو بالشكل ده او عايز اصغره خالص اهو هخليه كده خلاص اوكي عايز اوسعه شويه بالشكل ده بحيث يبقى مش على سطرين ولا حاجه اهو هجيبه هنا بالمنظر ده وابتدي اروح عند الخط الايمن ده وابتدي اهو بقى على سطرين اتنين بس لو هكبر اهو بالشكل ده اصغر بالشكل ده وهكذا يبقى كده عرفنا ازاي بنتعامل مع المربع الحواري وطبعا هنا لو النص بالمنظر ده عايز اعمل لون ليه الألوان فين؟ إحنا اتفقنا أهي. أهي بالشكل ده. أهو. يبقى أنا كده بغير الألوان بتاعتي. خلاص؟ طيب. يبقى كده اتعاملنا مع الكتابة وعرفنا بنغير الكنفة إزاي. يبقى ده أول حاجة التعامل مع نصوص الكتابة. طيب. هنتوقف عند هذا القدر وهنستكمل في فيديو آخر. شكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.